الشجر الذي كان محكما موضوع. السيدات والسادة، كل عام حضراتكم بخير. نحييكم من داخل الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، حيث ننقل لحضراتكم صلاة قداس ليلة عيد القيامة المجيد. يترأس صلاة القداس قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. يرافقه لفيف من الآباء الأساقفة الأجلاء وخورس الشمامسة من الكلية الإكليريكية بقيادة المعلم إبراهيم عياد الأشروبي. اعتدنا في كل عام أن نتحدث عن موضوع معين يتعلق بالقيامة، ففي سنوات مضت تحدثنا عن سلام القيامة، نور القيامة، رجاء القيامة، شفاء القيامة، نقاء القيامة، فرح القيامة، وقيامة وطن، وموضوعات أخرى. أما هذا العام فسنتحدث عن قيامة القرب. إخريستوس أنيستي، أليثوس أنيستي، المسيح قام بالحقيقة قام. هكذا يتبادل المسيحيون التهاني من الليلة وعلى مدار 50 يوما. هي فترة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أو ما يعرف بالخمسين المقدسة. قد تكون بالنسبة للبعض جملة، وبالنسبة لآخرين إعلان قوة، وبالنسبة لإنسان ثالث قد تكون انطلاقة قرب وحب لله. فالقيامة معناها حياة التجديد أو تجديد الحياة، قيامة القرب. نعم، القيامة تقرب الإنسان من الله، وعندما يتقرب الإنسان من الله تتغير وتتبدل سلوكيات وعادات واتجاهات كتيرة للأفضل، مع النفس، مع الأسرة، مع الآخر، مع المجتمع، ومع الوطن الغالي مصر. فلنعرض لبعض الإيجابيات الكثيرة لحياة القرب مع الله، وكيف يجني الإنسان القريب من الله ثماراً عديدة في حياته. كيف يتقرب الإنسان من الله؟ يتقرب الإنسان من الله بالصلاة التي تربطه بخالقه ارتباطاً وثيقاً. الله دايماً معك، يتعامل معك كصديق حميم. الله يتحدث إلى الإنسان في حياته اليومية، وعلى الإنسان أن يكون صادقاً في أفكاره ومشاعره. الله سبحانه نقي، لذلك كلما زاد نقاء الإنسان لمس الله قلبه وحقق رغباته. ليكن الإنسان مقاوماً للكراهية والعنف، متزناً وهادئاً. تأثير قرب الإنسان من الله على الإنسان ذاته: الفرح والطمأنينة والسعادة برضا الله، الصدق وقول الحق حتى إذا كان تحت تهديد، البعد عن الشقاء والضلال، عدم الغش وعدم قبول الرشاوة، الكرم وقدرة الإنسان على مشاركة ما لديه، ليس فقط ما لديه من ممتلكات مادية، وإنما أيضاً الجوانب المعنوية مهمة جداً، كالفرح والنجاح والحب، المباركة وعدم الحسد. فالحسد هو الانزعاج الناتج عن الرغبة في أن تكون لدى شخص ما ممتلكات شخص آخر. العيش وفق مشيئة الله في فعل الخير، الاحترام وقبول الآخر، الرحمة والتعاطف، والشعور بالالتزام تجاه ما يعانيه الآخر من ضيق، المسؤولية والمساواة في التعامل بين الناس، النزاهة والعدالة والشفافية. قرب الإنسان من الله يمنع من الانهيار، قرب الإنسان من الله يمنع الانتحار، قرب الإنسان من الله يعطي أمانة في العمل بإيد مشدودة، يقلل التوتر من ضجيج العالم، يدفعنا للحفاظ على البيئة والمنشآت. نصون الوطن، نبني ولا نهدم.
أما عن تأثير قرب الإنسان من الله على الآخر فيجعله يهتم بمشاعر الآخر، يهتم باحتياجاته وآلامه وأفراحه، يجعله لا يفرق بين جنس وجنس، لون ولون، دين ودين. فقبول الآخر هو قبول كل إنسان في كل زمان ومكان، يجعله لا يسخر ولا يستهزئ ولا يتنمر على الآخر، يجعله يقدر الآخر ويمتدحه، يعلمه فن الابتسامة. فالقرب من الله يعطي الفرح والبهجة، احترام الذوق العام والمشاعر، المحبة والسلام والألفة بين الناس هي نتيجة حتمية لقرب الإنسان من الله، والتي من شأنها نشر العدل والطمأنينة في المجتمع. يساعد قرب الإنسان من الله في رفع كفاءة العمل، إذ يبعد الإنسان عن الكذب والرشاوة والتزوير، ويدفعه نحو التفاني في العمل والإخلاص بضمير صادق، يدفع ذلك إلى بناء روابط الثقة والأمان في المجتمع. أما عن تأثير قرب الإنسان من الله على الإنسان ذاته في العمل، فيساعد على تعزيز عمليات التواصل بينه وبين الآخرين بشكل واضح وفعال، يزيد من درجة التفاهم بين الإنسان والمحيطين به، وينعكس هذا على حل المشكلات وتخطي الصعوبات. بالقرب من الله يقاوم الإنسان الأمراض الاجتماعية والأمراض النفسية، يساهم في نشر الأفكار الإيجابية، ويحد من الأفكار الضلالية ومن عمليات الغش والخداع التي تحدث في المجتمع، وأيضاً من عمليات الفساد. القرب من الله يحد الإنسان من عمليات العنف المنتشرة في المجتمع، يخلق شعوراً بالإيجاز والإنجاز والإيجابية والتعاطف مع الآخرين، يزيد من درجة قبول الإنسان لذاته، يرفع من احتمالية اتخاذ القرارات الصائبة، مما يصب في صالح المجتمع في النهاية. وأخيراً، تأثير قرب الإنسان من الله على حماية الوطن، فقرب الإنسان من الله يغرس فيه السمو الأخلاقي، فيتجسد ذلك في الآتي: الانتماء للوطن، فيشعر بالمسؤولية تجاه الوطن بشكل عام وتجاه البيئة بشكل خاص، الحفاظ على الممتلكات العامة والاهتمام بها واستخدامها بالشخص بالشكل السليم الذي وجدت من أجله، نشر روح التسامح في العمل الجماعي والابتعاد تماماً عن الأنانية، المساعدة في القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، احترام الطرق وإشارات المرور، نظافة الشوارع، قبول النقد الذاتي، التماس الأعذار، الاحترام والأمانة في العمل. وأخيراً، فوائد قرب الإنسان من الله: القرب من الله يطرد الشياطين، القرب من الله يزيل الهم والغم من القلب، يملأ القلب بالفرح والسرور والنشاط والطمأنينة، ينير الوجه، ينير القلب. القرب من الله يكسو الإنسان بالمهابة والحلاوة والندرة. الإنسان القريب من الله يمتلئ قلبه بالتسامح تجاه من يخطئ في حقه. حياة الإنسان القريب من الله ممتلئة بالبركة، أعمال الرحمة تتصدر حياة الإنسان القريب من الله. حياة الإنسان القريب من الله مثل الماء الذي يوجد بداخله كل السمك، فكيف يكون حال السمك إذا غادر الماء؟ السيدات والسادة، بعد دقائق يبدأ القداس الإلهي، والذي يستمر حتى الساعات الأولى من صباح الغد، فبعد منتصف الليل في حوالي 1 بعد منتصف الليل أعود فألتقي بحضراتكم في ختام هذا القداس. أما عن الذين قدموا التهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني، فهناك من أتى بالفعل إلى المقر البابوي من
القيادات وكبار رجال الدولة لتقديم التهنئة لقدسته، وهناك من قام بالاتصال الهاتفي أو بإرسال برقيات التهنئة، وهناك من يأتي الليلة لحضور القداس الإلهي الذي يترأسه قداسته لتقديم التهنئة بالفعل. تحيات التلفزيون المصري الوحدة 22 والوحدة 3 HD التي تنقل لكم حصرياً على كل شاشات التلفزيون المصري صلاة القداس الإلهي، وينقل عنها كل القنوات الأخرى بما فيها القنوات الدينية. إذن تحيات السيدة نائلة فاروق رئيس التلفزيون المصري والتي تحضر معنا صلاة القداس الإلهي، تحيات السيد أيمن الحبال رئيس قطاع الأخبار، وتحيات مدير الإضاءة خالد الدش وكل مدير التصوير والفنيين والمهندسين وكل العاملين في الوحدة، وحدة الإذاعة الخارجية، تحيات المخرجين ريمون عزمي وصمويل سامي، تحياتي محدثكم جورج رشاد. أعود فألتقي بحضراتكم في ختام القداس الإلهي في خاتمة هذا القداس في الساعات الأولى من صباح الغد. كل عام حضراتكم بكل الخير. بقيامتي بحكمة وسكون وعلى قبري جامع حنان واستضاءت خواص عما نوئيل اليوم شرف الصلب قد بان وترنم بطرس بالتالي قشعت سحب الأحزان عن الرسل ونالوا كل التابجين اليوم نازم عسكر إبليس وتعزى حازم
نفسه بواجي أنيس وترنم مع الأنبياء الصالحين. اليوم داود بقصارة نافيس يبشر مرنما بالتلحين. هذا يوم الفرح والتقديس صنعة البريء للفائزين. اليوم كان اليوم كما لا تصرار الحياة التي يرجوها الصديقون وناموس موسى بلغ منتهى وتلألى بالنور المسيحيون. بشراكم يا ابناء الإيمان بما فزتم به من النعمة وما نلت